مساء الخير، اهلا وسهلا بكل يلي عم بيحضرونا هلا من خلال ال بي سي اي، وطبعا كل يلي ناطرين اللوتو. ما في احلى من التفاؤل خاصه بهالايام وبهالظروف الصعبه يلي عم نقطع فيها. دائما لازم نضل متفائلين، ناطرين انه بكره احلى، انه الايام الجايه احلى، ناطرين الاثنين والخميس انه اللوتو، ناطرين الحظ يوصل لعنا. تذكروا انه في مقوله تفائلوا بالخير تجدوا. خليكم عم تاخذوا لوتو وخليكم ناطريننا كل اثنين وخميس، وخليكم ناطرين الحظ يوصل لعندكم. ما بتعرفوا اي نهار بتصيروا من بين المليارديريه يلي صاروا كتار كتار على ليستة اللوتو اللبناني. بالنسبة لليلة الجوائز كمان كتيرة وكبيرة، في عنا تراكم عن سحب الماضي، لأنه مثل ما بتعرفوا سحب الماضي من ربحت المرتبة الأولى وصلنا لجائزة قيمتها حوالي 1,589,000,000 ليرة كاش. المرتبة الثانية فيها تراكم وتقديريا بتكون حوالي 200,000,000 ليرة كاش، وبالنسبة لزيد حوالي 44,000,000 ليرة كمان كاش. كل الجوائز كاش ب 2000 ليرة فيكم تصيبوا، حيلا جايزة من هول الجوائز مع شوية حظ. قبل ما ننتقل للمكنة رجاء تشوفوا انه تشيكوا شبكتكم، 1903 هو رقم هيدا السحاب، واكيد عضو لجنة الرقابة ومندوب وزارة المالية على اعمال وصحبة اللوتو موجود معنا الليلة. استاذ وسام جوني اهلا وسهلا فيك معنا الليلة. ثانك يو، اهلا وسهلا فيك. اهلا. إلى مكنة اللوتو والطابات 42 يلي مثل العادة ناطريننا وناطرين الإشارة لحتى ينزلوا ويدخلوا بالمكنة ينخلطوا قدامكم على الشاشة لايف. وتباعاً تباعاً رح نبلش نشوف أنا وياكم شو هن الأرقام يلي رح تختارن المكنة. عشرين، خمسة وعشرين، تسعة، خمسة عشر، أربعة وثلاثين، والطابة السبعة الإضافية للمرتبة الثانية بتحمل رقم 19. عفوا، الطابة الثالثة رقمها 19، الطابة السبعة الإضافية للجائزة الثانية رقمها 10. رح نرجع نشوفهم بشكل أوضح وأكبر وراي على الشاشة. 20، 25، 9، 15، 34، 19، والطابة السابعة الإضافية للجائزة الثانية رقمها 10. خلصنا سحب اللوتو لليلة، عرفنا شو هن الأرقام، رح ننتقل فورا أنا وياكم لمكنة زيد. الليلة جائزة زيد قيمتها حوالي 44,000,000 ليرة كاش، والرقم الرابح رح نعرفه هلا. منبلش مع ثلاثة، ثمانية، أربعة، خمسة، وصفر. صفر، خمسة، أربعة، ثمانية، ثلاثة، هيدا هو إذا الرقم اللي اخترته المكنة، هيدا هو الرقم الرابح. في لازم يكون علامة وي بأعلى الشبكة ودافعين مسبقا 1,000 ليرة زيادة على ورقة اللوتو.
خلصنا السحبين، بريك صغير نرجع لكم مع النتائج. لاقونا. رجعنا معكم لحتى نتابع اللوتو، صار وقت نعلن عن النتائج من بعد ما المكنة اختارت قدامكم قبل البريك. ست طابات أساسية للجائزة الأولى وطابة سابعة إضافية للجائزة الثانية، ومن بعدها انتقلنا لسحب زيد. صار وقت هلا نعلن عن النتائج، ولكن قبل مثل العادة بدنا نتأكد من الأرقام مع أستاذ وسام جوني. تفضل إلك. سحب اللوتو رقم 1903 لنهار الاثنين 24 أيار 2021، الأرقام الستة الأساسية 20 25 9 15 34 19، والطابعة السابعة الإضافية للجائزة الثانية 10. شكرا لك. إذا تأكدنا من الأرقام، خلينا ننتقل سوا للتابلو مع النتائج. يا ترى ربحت الأولى أو ما ربحت؟ ربحت؟ من ربحت؟ بالمرتبة الثانية ألف مبروك، في عنا ورقة واحدة لحالة شبكة رح تربح حوالي 208 مليون ليرة كاش. ألف مبروك. بالمرتبة الثالثة 49 شبكة رابحة، كل شبكة منهم رح تربح حوالي 1,400,000 ليرة. المرتبة الرابعة بتتضمن 1534 شبكة رابحة، وكل شبكة منهم رح تربح 45,000 ليرة. بالنسبة للمرتبة الخامسة بتتضمن 22,459 شبكة رابحة، وكل شبكة منهم تربح 8,000 ليرة. ألف مبروك للجميع. مبروك الكبير للمرتبة الثانية يلي ربحتها شبكة واحدة لحالة. من وين؟ إذا من عند محل دي او ام ببرج حمود. ألف مبروك، إن شاء الله تكونوا عم تحضرونا، وإن شاء الله بتتهنوا بال 208 مليون ليرة كاش اللي صارت لكم. ابتداء من بكرة فيكم تستلموها من مكاتب لليبانيز دي جو كاش، وأنتم تقرروا شو تعملوا بالمبلغ. استاذ بيسام لو سمحت هلا تاكد لنا من رقم زيد. سحب زيد رقم 1903 لنهار الاثنين 24/5/2021، حمل الرقم 05483. شكرا لك. تاكدنا من رقم زيد. رح ننتقل سوا للتابلو مع المرتبه الاولى يلي الليله بتتضمن ما بتتضمن حدا. بكل ورقه بتنتهي بالرقم 5483 بتربح 450,000 ليرة، 483 45,000 ليرة، و 83 4,000 ليرة. من المرات القليلة اللي ما بتنربح فيها زيد. على كل حال هارد لك الأشخاص اللي اليوم ما زبطت معهم، وألف مبروك للي الليلة ناقشت معهم لو شو ما كان حلو الربح مع اللوتو اللبناني، خاصة هلا بهالظروف. استاذ وسام، اليوم من ربحت الاولى قد ايه بتكون قيمتها نهار؟ حوالي المليار و750 مليون. اذا الخميس مليار و750 مليون، الثاني اكثر من 100 مليون. اكثر من 100 مليون وزيد؟ وزيد سبيسيال 75 مليون. حلوين، شكرا لحضورك معنا. اذا مثل ما سمعتوا المرتبه الاولى باللوتو اللبناني، يعني بعد كم يوم، نحن اليوم الاثنين، عندكم ثلاثة أربعة وخميس لغايه الساعه 6 لحتى تكسوا وتنمروا قد ما بدكم شبكات وتعلوا فراسكم بالربح، تشتركوا بسحب نهار الخميس مع جائزه اولى قيمتها حوالي المليار و750 مليون ليره كاش، المرتبه الثانيه حوالي 100 مليون ليره، ويزيد 75 مليون ليره. هول هن الجوائز اللي رح بتكون بانتظاركم نهار الخميس. كيف لتحصلوا على ورقه لوتو؟ اكيد من مراكز ليبانيز دي جو اللي موجودين ب وين ما كان، كافه الاراضي اللبنانيه، كيف ما برمتوا على محطه البنزين، بمكتبه، سوبر ماركت، او على 1020. مساج كثير صغير بتبعتوا لكيو بي او ارقامكم بيناتهم سبيس، اكيد يعني جماعه المساجات بيعرفوا، واكيد ابلكيشن وويب سايت، طرق عديده. نهار الخميس انا بانتظاركم مع مليار و750 مليون ليره كاش. باي باي.